حلقات السنة اللي فاتت. هنبتدي من ملحوظة كلنا في الأول يعني كانت عندنا بس ما تشاركناش فيها. لما بيجي أي ضيف مهما كانت مكانته أو مقامه أو ثروته أيا كان، يعني كتير أو قليل مش دي القضية، اكتشفنا إنه لما بيجي بيبقى الكلام والتحضير عادي، في قدر من الرسميات. أول ما بيقعد على الكنبة دي أبواب قلبه بتتفتح، وبالتالي إحنا حسينا إن السر في الكنبة. الضيف يجي يقعد يبقى عادي جدا، فجأة يطلع كل ما في مكنونه، سواء كانت عواطف جياشة، سواء كانت ضحكات من جواه، أو حتى تفاصيل عائلية. وبالتالي أخدنا قرار إنه إحنا مهما غيرنا الديكور هنحتفظ بالكنبة دي، لأنه واضح إن فيها سر بيخلوا ضيوفنا على قدر كبير جدا من الطبيعية، وده بيقرب التواصل وبيقربنا منهم وبيخلينا نسمعهم بشغف، مش الكلام النمطي. الحقيقة إنه بيتكلموا بدون تكلف وبدون محاولة لتزيين نفسهم. وخلينا نفتكر دايما وطول الوقت إن مش كل الدموع ضعف، ومش كل الضحك تفاهة، ومش كل التفاصيل أسرار عائلية. كلمة واحدة أتمنى أقولها لندوة وتسمعني، وحشاني يا ندوة، وحشاني وحشاني. أنا عايز أقول لحضرتك إن ندوة كانت زوجتي، وكانت حبيبتي، وكانت صديقتي، وكانت شريكتي، وكانت المساعدة بتاعتي، وكانت أنت عارفة الصداقة اللي فيها بنقول لبعض كل حاجة ممكنة تبقى كويسة ومش كويسة، وعلى سجيتنا كده الحمد لله. وكانت أختي، وكانت أمي، وكانت كل حاجة. الناس اللي أنا أعرفهم ويعرفوا نجوى لغاية النهاردة مش ناسينها، إنها هي مشيت وسايبة ذكرى إنها هي كانت جميلة وأنيقة ورشيقة وذكية وخدومة ومبتسمة، وكان كل حاجة حلوة فيها. وأنا أدي نجوى يا ستي. يا نجوى تصدقي النهاردة أنا كنت مع مدام منى الشاذلي في البرنامج بتاعها، وهي كانت بتحبك قوي، والله أنا بكلم بجد، كانت بتحبك قوي وتحترمك قوي. وهقول لها يا نجوى ربنا يعني يجعلك قريبة منه، والحمد لله. كنت بشتغل بالنهار، كنت بشتغل ببيض بيوت، لعلمك يعني معايا دكتوراه من امريكا، واشتغلت استاذ في جامعه هايدلبرج في المانيا. وبعدين لما رحت على امريكا وانا ما لقيتش، بعد ما تلاقيتش شغلك في مصر لمده سنه، وكنت صايح يعني في مصر صايح، ما فيش معيش ولا ملي على الاطلاق، ومشيت عشان مش لاقي. وانا معايا دكتوراه في الجيولوجيا، اقول له تدرس كيمياء في المعهد العالي بالسويس. كان السيد الرئيس عبد الناصر كان لهم فيلا كده في منشية البكري، انا عارفها لان احنا من حته من نفس القبه، عارفين فين بتاع مكتب اللي هم خدوه الثوره خدته، وكان بيروح المكتب ده في الدور الثاني. فانا رحت الفيلا من عندها، وقفت بقول للعساكر اللي بوقت، انت عارف الكشك ده اللي فيه عسكريين ثلاثه. فرحت قلت لهم انا عايز اشوف حد من مكتب الرئيس. قال لي مين يا ابني؟ قلت له اي حد منهم. قال لي اي حد يعني ايه؟ معاك ورقه لحد؟ قلت له لا. قال لي يا ابني ما حدش يدخل كده، ده العسكري اللي واقف على الباب يشوف حد ايه. فقلت لهم الحكايه بتاعتي، صعبت عليهم، قعدوا يعملوا لي شاي، يدوني سجاره واحنا وانا واقف. اول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، ثلاث ايام اروح اقف جنبهم والورق بتاعي هناك، والورق بتاعي في الدكتوراه في ايدي كده، وانا واقف واقف معاهم نتسامر شويه، هم يعملوا شاي يعملوا لي معاهم، يعمل كذا وانا واقف، وصعبت عليهم.
فالمهم واحد من الأفندية اللي كانوا بيشتغلوا في المكتب نزل تحت ونادى واحد من العساكر، راح له الكبير بتاعهم قال له ليه في الأفندي ده بيجي هنا بواقف، انا بشوفه كده كل يوم واقف عندك كده. قال له ايه ده كذا كذا، فلقمت منه صحيح صحيح عليهم فشرحت له القصه. فقال له طب روح، والدلال انا بقى، وطلعت فوق عند واحد في مكتب من سكرتيره الرئيس، والراجل قاعد يعني في حاجه ارقام هنا كتفات وكده جيش يعني يا جيش بقى عظمه وعلاماته وهيصه كده وقاعد على مكتب كبير خشب كده، وحواليه قدامه خمسه ضباط كبار وكلهم برضو عليهم لوايه الحاجه. بعدين قال لي ايه يا فندم؟ قلت له والله يا فندم انا كذا كذا كان في سكرتيره الجوري عمل كذا هناك. وبعدين فقال الراجل قال شوف يا اخي المدنيين ولاد الايه دول، الراجل ده هو واخد دكتوراه في ايه يا ابني؟ قلت له فكان واقف كده ومبسوط كده، كان ماسك دوسيه اسف ازرق وفتحه كده وخد الورق بتاعي، قال له اه كويس قوي يا ابني، راح قفله. وبعدين قال لي خلاص ان شاء الله تتحل، استنى بس 10 دقائق. وراح في نفس المكتب اللي هو فيه راح فاتح باب صغير كده وراح داخل، وانا مش فاهم بقى ما كنتش اعرف ده مكتب السيد الرئيس كمال عبد الناصر. وبعدين وقف يجي ساعه ونص، اكتر من ساعه ونص بشويه كده، وانا واقف، انا واقف في الاوضه، في اوضه مليانه كراسي بس انا خايف اقعد، انا واقف كده. فجيت لما دخل خلص بعد ساعه ونص الامضه اهي، وراح وريها لي كده امضه على الامضه على الصفحه بتاعتي من فوق على على الشمال الى السيد وزير التعليم العالي رجاء النظر جمال عبد الناصر، وشايف حبر احمر على 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 الورق بتاعي كده معمول كده. وبعدين ديا في مصر في ايامنا كانت معناها انتوا فالقيني في الكلام الفارغ ده ليه؟ اصل لو قال رجاء النظر والافاده يعني حل المشكله وقول لي او ارجع لي، لو قال رجاء النظر بس يقول له يخدم يعني الهوسه. فكانت النظر بس. ماما كريمه مش هي ماما نونا، وده دليل على ان ماما كريمه بتمثل كويس، لان هي لو ماما نونا كان زماني انا ضعت زي الفخراني زي حماده. بس والله انا ده في ناس كانت بتكلمني تقول لي عاملين لي الرنه بتاعت حماده عز بتاعت حماده عز، ولما كنت اروح مثلا اي مناسبه يعني مثلا بروح اجامل الناس في فرح او حاجه الفرقه بتاعت الفرح تعزف لي حماده عز. بس طبعا دي محبه وانا كنت سعيد جدا بيها. لا يعني قول لي يعني اخذت علق وانت صغير؟ ده كتير. لا والله علق طبعا وانا صغير. وبعدين لو حصل ان الموضوع وصل لمرحله التصادم عندها بقى طريقه حلوه جدا انها تقمعك تماما. ازاي؟ كانت بتضرب كده بس مش قادر طبعا اقول فين، كانت بتضرب في حته صعبه. يا معتز ولغايه دلوقتي خلي بالك اللسعه دي فاكرها، يعني عارفه يعني انا كوني بقول الكلام ده دلوقتي ان الموضوع ده معلم معايا، ساب بصمه في حياتي. انا في النابوريا هنبكي عليك اموت في الفوريا ليلي ونهاري يا بيه صياد كابوريا وصدروني يا بيه صيد الكابوريا كيفي ولا يعلى عليه. مهما اتكلمت او مهما قلت اي حاجه مش هقدر اوفي حقه زي ما هو ادانا حقنا وعيشنا معاه انا واولادي ويمكن جمهور اللي بيحبه في احلى سنين العمر. العمر كله بعرفه من سنة 83 أول ما شافني في التلفزيون في إعلان قرر إنه يجوزني. لا والله. لا وأنت عرفتي. أيوه كده زي ما بقول الذكريات ملكنا وملك اللي راحوا
قولي لي، هو اتوفى حسين امام عنده 63 سنه، وده يعني بشكل فجائي او على الاقل مفاجاه بالنسبه للناس البعيد. هو كان عيان او حاجه؟ خالص خالص خالص، مفيش ولا حاجه. كنت من نوع الستات المعتمده تماما عليه ولا لا؟ يعني طبعا طبعا، لان هو يعني ما كانش يعني كان شايلني فوق دماغه وماشي انا وولادي، يعني هم على الكتاف كده وانا فوق دماغه. ايه ده والله، يعني ما فيش حتة يعني كان ناقص يدخل بينا الحمام، يعني ما سبناش، بقولك ما سبناش لحظة، ما يقدرش، ما كانش يقدر. يعني مش صورة الفنان البوهيم اللي هو عنده أسرته كل حاجة، بس عنده حياته بقى وسهراته. لا، احنا أهم حاجة كنا، يعني منين ما بيروح عنده تصوير في حتة معاه، عندي أنا تصوير في حتة معايا، يعني ما كناش بنسيب بعض خالص. كنت مسمياه في لعبة كده، طلعنا مع بعض ونزلنا مع بعض قديمة قوي، طلعت أنا والتفاحة والبرتقانة يعني كان كده واخدنا معايا، نطلع سوا وننزل سوا، نروح هنا سوا لغاية آخر لحظة. انا عندي 15 سنه وانا بشتغل، عشان المصروف اللي باخده من ابويا ده ما كانش بيكفي حتى ان اعزم واحده صاحبتي نروح سينما حتى، فكان فكنت بضطر اشتغل وانا في المدرسه، ادي دروس خصوصيه عشان اجمع فلوس اقدر اخرج بيها. ما تنساش اول سنه ما رحت، كان وقتها تحويل العمله ده مش سهل، فاخدت فلوس السنه كلها معايا واتفرتكت طبعا بعد 5-6 أشهر، فكلمت كده بس من بعيد بقول له يعني في مشكله؟ قال مشكله، مشكلتك ارجع جامعه القاهره وخلاص لو كان ما معكش فلوس. فطبعا ما كنتش عايز ارجع، عايز اكمل تعليم يعني. فاضطريت ادور على وظيفه واشتغل ويتر وفي اللوكندات عشان افوت ال3 أشهر الفاضلين دولت لحد ما اخد الفلوس بتاعت السنه الجايه. قلت لي جمله كمان فكرت فيها كتير، قلت انا مش عايز أورس ولادي ما يغنيهم عن الشغل. يعني أنا مثلا عندي مركب يعني يخت بتاعي، مش المفروض أن الولاد لما أنا أموت كل واحد يقدر يطلع شيك كده ويروح مشتري يخت، لازم يضطر يشتغل عشان يجيب اليخت. محدد رقم محدد في دماغك يا باشمهندس؟ حاليا المفروض أن تلت اللي أنا عندي ده، لان انا عندي كتير، انا عندي 5 أولاد ما شاء الله ولسه مسؤول عن، يعني انا متجوز مره تانية والمره الاولانيه اللي هي ام الولاد الاولين، فيبقى عندي 7 لما انا اموت لازم ابقى مطمن انه معاهم فلوس كفايه. بس فانا الحسبه كده جت ان 17 يروحوا للسبعه دولت، والتلت و3 أعشار لازم انا اصرفهم دلوقتي على المشروعات اللي زي المدارس اللي زي كده يعني دلوقتي. اولا انا عايز اسقف لو زاد بقى لو زادت الفلوس بقى هضطر ازود ال3 أعشار دولت، يبقوا مثلا 14 15، يعني التانيين مش هيزيدوا يعني خلاص. يعني نظريا انت عايز كل واحد من ولادك يورث 10 بس. بالظبط 10 بس. بالظبط. الباقي هصرفه مش ليك ومش لاسرتك. لا للمجتمع والناس. اصل عمي بايه؟ يعني انا ناقصني هلبس مثلا 3 جاكيتات كل يوم؟ مش معقول. ولا مثلا هركب 5 عربيات ولا هركب مركبتين في نفس اليوم ولا بتاع؟ مفيش يعني. كان في بنوتة كده لفتت نظري، ودي أول مرة في حياتي بنوتة تلفت نظري. فما كنا إحنا يعني في مدارس حياة شعبية ما ينفعش أتكلم معاها يعني ولا بشكل من الأشكال. لكن بعدين عرفت إنه في، أنا كنت ألعب رياضة، كنت ألعب باسكت أنا ذاك، ماليش في الفن والحاجات دي. فسمعت إنه في حفلة فنية هتعمل المدارس في المنطقة، إنه هي هتبقى في الحفلة دي مشتركة في الكورال. فقلت تحفة، أنا أروح بقى أشترك في الكورال ونوقف قصاد بعض، فهيبقى في مناسبة بس زيك، أنا اسمي كذا أنت اسمك إيه، يعني نتكلم. فروح
فدخلت كده ولقيت غرفة وأستاذ موسيقى فصافف يجي 50 ولد كده ورا بعض وبنت وزي صف العسكر كده وكل ما يجي الواحد يحط ودانه عن بقه ويقول فيقول بيقول له انت خليك تاني له يقول له انت اطلع برا اطلع برا فانا يعني كنت يعني اسوأ واحد فقال لي انت اطلع برا المكان خالص انت ملكش. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا سعيد طبعا بوجودي وسطيكو ومع حضرتك شخصيا يعني مشكوره. مش عارف انا على مدار التاريخ الكبير دوت يعني ازاي ما طلعتش مع حضرتك في حلقه يعني الشرف دوت انا اخدته بعد بعد الاعتذار. بس انا برضو ما كنتش فاضي يعني كان ورايا حاجات كتير قوي يعني انا دايما مشغول. طيب تفتكر العلبه دي فيها ايه؟ انا كنت عايز اسالك من لا اسال اسال يعني بس خمن العلبه فيها ايه. هي دي اكيد فيها حاجه كويسه ومحترمه بدليل ان هي كبيره بس يعني لما يمكن تبقى مقلب والحياه الدنيا سلف ودين. لا بس ما اعتقدش حد يفكر انه يعمل مقلب في محمد بركات لان عارف ان هو محمد بركات لما يجي هيرد الدين هتبقى العمليه صعبه جدا. هو بيرد يعني على اساس ثقه ان انا خايف ان هو يرد فيا المقلب بس الحقيقه هو مش هيرد المقلب في واحد هيتفرق دمهم بين القبائل. فين انتوا حاطين تعبان جوه ولا ايه؟ لا احنا وعدنا قلنا الناس دي انت جايب لهم هديه. انا ايه؟ ناس كتير من الموجودين هنا من عشاق بركات اهلاويه وعشاق بركات يعني. طب يعني المفروض هم اللي يجيبوا لي. لا والله. طب يعني اقوم افتحها؟ افتح يلا. ما هو من افعالكم من اعمالكم سلط عليكم. ما تخافش ولا هيك حاجات بسيطه خالص يا جماعه. الهديه والمقلب او مش مقلب محمد بركات هيمدلكوا عليكم هيمضي ويديلكوا كلكم تيشيرتات. امضي يا بركات. والله كنت مخضوضة. امضي يا بركات. ايوه محدش يتكلم خالص. طب ندي واحده في النص. انت يعني لي مامتك ربنا يديها الصحه حاجه مهمه جدا في حياتك. هي تعرضت لازمه صحيه قريب. هي كنت حابه الكلام. ايوه بس هي قامت بالسلامه. اللي انا عارفاه ان هي الحمد لله قامت بالسلامه. هي بقت احسن طبعا احسن بس كان بالنسبه لي شك. هي جالها جلطه في المخ و يعني لما تشوفي حد قدامك هو اللي بيساعدك دايما هو اللي واقف معاكي لما انت تبقي تعبانه هو اللي شايلك وفجاه مش قادر هو يعمل ده ف في جملة كده في المسلسل بقولها في سجن النساء اللي من غير أم حلو يغوم. هي اسمها إيه؟ اسمها تانيا. طب قولي لها كده حاجة بالروسي. حولها بحبك. هي بتفهم عربي على فكرة كويس قوي. بحبك يا ماما وحشتيني ومستنية أخلص شغلي عشان أروح لها. ربنا يخليها لك. كنا ننظف الأرض المهجورة اللي هي كنا بيسموها خرابة. شوف حتى الكلمة نفسها خرابة. احنا ننظفها بنفسنا وبتاع ونفرش فيها نستلف شوية رمل نفرشهم ونعمل حاجة كده زي مصطبة عشان اكنها يعني ستيج يعني هنقف عليه نمثل وحول هذه الأفكار لحالة مسرحية يعني فعلا كان فيها معافرة
انا من خلالها بدات اطور نفسي واطور قدراتي كممثل، وانا مش واعي اللي انا بعمله ده بالظبط ايه. ومين اللي كان بيتفرج عليكوا في الفيلم؟ الناس اهل المنطقه والله. الناس بتوع المنطقه، فده عمل لهم برضو حاله وعي لطيفه جدا وبسيطه. في الاول خدوها بسخريه وبعد كده بقت لذيذه، وكان فيها مواقف كوميدي دي يعني برضو حصل مواقف كوميدي. انا افتكر شفنا فيلم كان لهرقل، فاكر هرقل ستيف ريفز وبتاعه وكده، فحبينا نترجمه لحاله، فكان اخويا الاكبر مني الله يرحمه يعني هو كان اقرب شبه بهرقل، وانا عملت زعيم الاشرار يعني وبتاع. فهو بيشني والمفروض يرميني على بقيه الاشرار دول يعني اللي هم العصابه بتاعتي، هم ياخدوني ويقعوا بيا. اخويا شني، انا كنت تخنت شويه فرماني، العيال شافوني بالقهوه كده فخلعوا فبعيد عنك، وقعت على الارض يعني عظم كله اتفشفش، فثابت في علامه يعني المواقف دي ثابت جوايا علامه حلوه يعني. شويه شويه هقول لك مدد على الشزلون فيا. ايوه صح، هو انا بقول يا صلاح قول ما تخبيش. لما ابويا تعب في اواخر ايامه كنت احب اخرجه البتاع، كنت اغنيها له يعني يعني اقول له ايه بعد اذنكم يعني، ده اعتبروه العودة حدوزه انا. سي عبد الله يا ابويا سامح، سي عبد الله يا ابويا سامح، وسيبك من الدورة وسيبك من الدورة، تعال نعيش يا ابو صلاح في دنيا كلها افراح، وسيبك من الدوراح. انت المفروض تقدم الفصل ولا انا اللي اقدم الفصل؟ تحب انا اقدمه لك؟ ارجوك احنا هنعمل فصل وقتي؟ طبعا. اما اللي جاي عيني على اللي جاي، سيدي على اللي جاي، كوبايه شاي والعاوة تاني. اما اللي جاي عيني على اللي جاي، سيدي على اللي جاي، جاي جاي، كوبايه شاي والعاوة تاني. دلوقتي بقى هنقوله باي باي، دلوقتي بقى هنقوله باي باي، باي 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 باي، ونعاود تاني. الحقيقة الموضوع أقل من كوباية شاي على رأي عمنا صلاح عبد الله، ونعاود تاني بعد الفاصل.